نشوف نكون معك اكثر تحديدا في هذه الدوره. شفنا جلسه شفنا تاجيل مجموعه من النقاط منها على المساله ديال المكانه قديمه، وايضا المساحه اللي كانت قرب 11 يناير اللي حدا لاكا كبير القديم. تأجيل هذه النقاط تأجيل مجموعة من النقاط اللي غتعطي واحد الجمالية للمدينة، كيفاش غتشوف التأثير ديالها على السياحة الداخلية بمدينة قنيطرة، أيضا على الوافدين من خارج مدينة قنيطرة؟ أولا بالنسبة لتأجيل مجموعة من النقاط خلال هذه الدورة، ينبغي أن نسجل أنه التسجيل ديال مجموعة من النقاط كان بإجماع الحاضرين. هذه النقاط لم يتم تأجيلها من أجل رفضها، أو تم تأجيلها لتفويت يعني بعض المشاريع على المدينة القنيطرة. التأجيل كان الهدف ديالو الأساسي هو أنه مجموعة من النقاط كانت كتنقصنا فيهم معطيات، إما لغياب الوثائق إما أنهم درجوا يعني حتى لآخر وقت، وبالتالي كنا احنا سواء الأغلبية أو سواء المعارضة كانوا رفعوا ملتمسات أن هذه النقاط تأجل من أجل دراستها وتعميق البحث فيها، وبالتالي تهيئة ديال الساحات العمومية ما كانتش فيها فقط المكانه بل كانت فيها مجموعه من الساحات. وبعد النقاش ورفع الجلسه للتداول مع كافه الفرقاء داخل المجلس تم الرفع من المبلغ اللي كان مخصص، يعني ما نقصناش من المبلغ بل بالعكس تم الرفع من المبلغ من اجل اضفاء جماليه اكبر على مدينه القنيطره. شفنا مجموعه من النقاشات حول عدم التوصل بالمعلومه، عدم التواصل مع اعضاء المكتب. الان بعد مرور دوره استثنائيه واخرى عاديه يعني اشهر عده على انتخاب المكتب الجديد، الى اي مدى ترى قوه التواصل بين اعضاء المجلس البلدي سواء فئه الاغلبيه او المعارضه؟ انا اعتقد انه التواصل بين مكونات المجلس حنا في البدايه، والتواصل انا كيبان لي عاد بدا، وهاد المؤشرات ديال بدايه التواصل ما بين مكونات المجلس ظهرت اليوم بشكل جلي من خلال التوافق ديال الجميع اما على المصادقه على مجموعه من المشاريع او حتى على التاجيل ديال مجموعه من النقاط. باختصار ما هي ابرز النقاط اللي ممكن نشوفها في قادم الدورات واللي الان تم المناقشه ديالها ولكن لم تطرح في هذه الدوره؟ ابرز النقاط اللي تم التاجيل ديالها بطلب من الجميع خلال هذه الدوره هو القرار الجبائي، والقرار الجبائي كتعرفوا بانه كانت فيه زيادات في بعض الرسوم، وحنا كنعرفوا بانه كنعيشوا واحد الوضعيه استثنائيه اللي فيها الظرفيه ديال الجائحه واللي فيها الجفاف، وبالتالي كاين نوع من الاحتقان الاجتماعي. نعم نحن مع تنمية مداخل الجماعة، ولكن ما يمكنش تنمية مداخل الجماعة تكون على جيوب الساكنة الهشة والفقيرة، وبالتالي كان إجماع على أساس أنه هذه النقطة ديال برمجات الفائض تأجل إلى دورة استثنائية، بالإضافة إلى نقاط أخرى من بينها التفويت ديال ساحة 11 يناير. هذه كلها نقاط، ونقاط أخرى ديال الشراكة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، نقاط كلها اللي تم التأجيل ديالها إن شاء الله غدا تجي في دورة استثنائية من بعد ما نعمقوا فيها البحث، وبالتالي غنجودوها. إلا كانت في صالح الساكنة غنصوتوا عليها، إلا كانت يعني كتضر بالساكنة بطبيعة الحال غادي نرفضوها.